السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم مشاهدينا، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ أول موضوع عندنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة عن الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمواطنين العراقيين أو بالمواطنين. تحول طبعا مسلسل الاستحواذ على الأراضي من قبل متنفذين وميليشيات في عموم العراق، تحول إلى ظاهرة تؤرق العراقيين بسبب التواطؤ الحكومي، حتى بات كل شخص يمتلك أرض أو منزل مهدد اليوم بتحويل ملكية أرضه أو منزله اللي يمتلك بها مستندات أصولية إلى هذه الجهة أو تلك، أو يتم إجباره على التنازل عن هذا المنزل أو تلك الأرض. أكو مثال على هذه الحالة، وهي سيدة مسنة من عشيرة البومرعي في محافظة الأنبار، اشتكت من استيلاء ميليشيات على أرضها بالاتفاق مع محافظ الأنبار علي فرحان بحسب ما ذكرت، وحذرت من تحول الأمر إلى ما يشبه بمصادرة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين وطردهم من ديارهم مقابل إنشاء وبناء مستوطنات. خلونا نشوف ونسمع ماذا تحدثت به هذه السيدة وشنو المشكلة اللي واجهتها. جيدني قياعين من؟ قياعين من ذني؟ والله قياعين ببرع الأبونا والجدرة، وكان الحفل بدي انا ماكو دراسات، وننقل على الخيل وندوس على الخيل، انا راكب الخيل وادوس، وحتى عتبة جايت الروس الكبار المعظم جيه والمحافظ من طير من تامر يم من طير الببان، يا ولد الببان خلوني حتى انا اتعلم قد عندي متقطع بس ما يبغى الحلو. تنطيها قاعد؟ والله اموت بيهم انطيها، عافية والله اموت بيهم انطيها، يا ياخي منها كبر انقض برجال ما دب قاعدكم، هاي قاعدكم قاعدين بمرعي قاعد ابوي الجدي ولا تبيها من ابوي الجدي، انت عجوني معظم جية تسوي شركات اسرائيلية تراحي ترى انت مغيرات بي اسرائيل، عندكم سندات بيها؟ شلون ما عندنا سنداتي؟ أصبحنا مثل إسرائيل وفلسطين، أحنا أصبحنا مثل إسرائيل وفلسطين. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وأنتظر مشاركاتكم على هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية. سرقة ممتلكات الناس بتواطؤ من الدولة. في هذه الأثناء مزارعون في محافظة المثنى وتحديدا في مدينة السماوة اشتكوا من استيلاء ميليشيات الحشد تحديدا على أرضهم أو أراضيهم، بالرغم من كونها تابعة لهم بعد أن استثمروا فيها وبذلوا الجهود من أجل تطويرها وزراعتها. وناشد المزارعون السلطات الحكومية من أجل التدخل بسبب عدم قدرتهم على مواجهة ميليشيات مسلحة استباحت أرضهم وأملاكهم. خلونا نشوف. إن الدولة تقوم بسلبنا هذا الاستحقاق من خلال قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي كما يدعون، حيث أخرجونا من منازلنا وأرضنا بقوة السلاح، كما جرى نفس الشيء في التعامل مع موظفي القرية من حراس وغيرهم، وإنهم يدعون أن لديهم كتاب صادر من رئاسة الوزراء، علما أن القرية وأراضيها استلمت من قبلنا بقانون رقم 59 سنة 2012، وكما تعلمون لا يمكن إبطال مثل هذا القانون إلا بقانون مثله بنفس المستوى من التشريع ومن نفس المشرع. لذلك نناشدكم بأن تتدخلوا شخصيا للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة وإعادة الحياة إلى القانون وإنصافنا. خلونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم على هذه المواضيع أو هذه المقاطع. آدم يقول: هذا الوطن لا نجاح فيه ولا خير طيلة ما لصوص
وسفلة وعصابات تحكم الوطن، وطن ليس فيه حقوق لأنه بلا قانون ولا سيادة. عندنا تعليق من باسم يقول: بعد غلق وحصر المصارف الأهلية لبعض الفصائل انقطع رزقهم، فيحاولون الاستيلاء على الأراضي وبيعها لتعويض خساراتهم. سلام يقول: أين هيبة الدولة القوية وقانونها العادل؟ وأين رئيس الوزراء؟ وأين وزير الداخلية؟ هل معقول العصابات تمرح وتسرح؟ والله مهزلة المهازل وعيب وفشلة. أبو هيثم يقول: هي الحكومة وميليشياتها مرتزقة واستحوذوا على كل أموال وأملاك البلد واستغلوا الناس وضحكوا على العالم ونهبوا البلد. أنا بس أريد أرجع لهاي الصورة حتى تكون هي النقاش اللي دائر مع الأخوة المتصلين. هذه اللقطة اللي مذكور بها ميليشيات الحشد. أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العزيز هو من عيناش رئيس الوزراء، هو رئيس الوزراء المن تابع. نعم. هو تابع للميليشيات هاي القذرة. يعني أنت من تقول يعني وزير الداخلية ولاخ وكله. هم المن موالين لإيران، أجيالهم إيران. هو منو اللي جابهم للمنصب؟ أقول لك منو اللي جابهم إلى المنصب؟ أنا راح أجيبك على المنصب بس ولاك يكون إلي، شغلك يكون إلي. نعم. يعني من يمي، من يصير الشغل يمي. يعني هاي النقطة تثير عندي تساؤل، إنه الناس ما فاهمة الآلية اللي دا تمشي بها الدولة، لو عندهم أمل لعل وعسى ممكن هذا الشخص يشذ عن الخط المرسوم له من الإطار التنسيقي ويبطش بالميليشيات. يا هي منهن برأيك؟ عمي هذا شلون يبطش بالميليشيات؟ ما يقدر عمي، هو محكوم، هو اساسا تبع للميليشيات. يعني اذا معناها الناس او بعض العراقيين بعدهم ما فاهمين الاليه اللي دا تمشي بها الدوله، ولذلك ديناشد محمد الشيع السوداني اللي هو الميليشيات جابته. يعني هو هذا والله يوفقني، الميليشيات جابته ايران. نعم يعني هو من يقول الله يوفقني، صار ايش قد صار بالحكم السواء صلح شنو؟ صلح شيء؟ ما صلح كل شيء. وعيشوف هذا ما كنت ياكل حقوق الانسان وحقوق العالم ماكو، واراضيها راحت ببغداد وحزام بغداد وغير حزام بغداد. يعني مو عيشوف هو بعينه، يعني لو هو مغمض برا العراق. طيب اريد اسالك ابو عبد الله، الناس اللي تناشد الحكومة بغض النظر من في الحكومة تناشد أنه ينقذوها من الميليشيات، لأنه الميليشيات تستولي على ممتلكاتهم وعلى أراضيهم. السؤال هو: هي الحكومة نفسها مو يجب أن تحاسب، وأعضاء هذه الحكومة من أحزاب، قيادات بالأحزاب ونواب ووزراء وغيرهم، مو يجب أن يحاسبوا لاستيلائهم على ممتلكات الدولة من قصور رئاسية وغيرها من ممتلكات وأراضي وغيرها دون وجه حق وبلا سند قانوني؟ أنا أناشد واحد هو أصلاً بايق الممتلكات العامة؟ يعني هي القصور الرئاسية المن تابعة؟ هو يقول لك بناها صدام، هي صدام المن بناها؟ ظلت باسم ديوان الرئاسة، يعني ظلت للحكومة العراقية. بس من يجي من برا الحكومة العراقية ويستولي عليها وبعدين يطلع طابو باسمه أو يطلع سند باسمه، أي شيء يطلع باسمه، يعني هو خصامي شيء مال أبوه. طيب حتى لو هو رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس برلمان، يحق لهم يستخدمون القصور الرئاسية، لكن عمار الحكيم مش عنده قاعد بقصر رئاسي، نور المالكي مش عنده قاعد بقصر رئاسي، هادي العامري وذول الشلة اللي ديديرون البلد مش عندهم قاعدين في ممتلكات الدولة، ديدفعون إيجار مثلا؟ هاي الأراضي اللي بنوا عليها القصور ذني اشتروها بالمال الحر، مالهم الحر الحلال من الدولة العراقية؟ يعني عموري مو ديك النوب مطلع على التلفاز ماكو يقول انا قاعد ايجار. اي صحيح، عموري يقول انا قاعد ايجار. نعم لك عمار الله حكيم يقول انا قاعد ايجار. تمام. نعم يعني هو يا وين ذا وين لاقيها فلوس عمي؟ فلوس ويجيبوا مخدرات ومشروب وملاهي وكله. تمام يعمل الاجتماع ترى مصدق. لا كلام سليم، كلام سليم. اشكرك سيد ابو عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نسمع راي السيد
أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، عندنا أحد الأخوة العراقيين البارحة يعني عاتب، قال أنتوا ليش ماذا تطرحون الفساد اللي دي يصير بالغربية بالأنبار وصلاح الدين وديالة ونينوى، ليش بس التركيز على الجنوب والوسط؟ جبنا اليوم مثال حتى نأكد أنه إحنا ما عندنا تفرقة بالطرح، جبنا مثال لسيدة عراقية مسنة من البومرعي، وقالت بأن الميليشيات بالتعاون مع محافظ الأنبار استولوا على أرضي أو يريدون يستولون على أرضي. تعليقك على سرقات ممتلكات العراقيين وأراضيهم ومنازلهم من قبل الدولة وأدواتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا سيدي الكريم، أصبح معلوما عند كل مواطن عراقي أن القوات الحكومية المتواجدة هي قوات احتلال. فما الفرق بين قوات الكيان الصهيوني التي تغتصب أراضي الفلسطينيين يوما بعد يوم؟ فالعمل واحد، هناك اغتصاب لملك صرف لمواطن قد أخذ أرضا أو بيتا بعرق جبينه، ثم تأتي قوة ميليشياوية وهي لا تفرق عن الكيان الصهيوني شيئا، فتأخذ هذا الملك الصرف. إذن العملية واحدة. أضف إلى ذلك يا سيد الكريم، القوات الميليشياوية التي تستولي على أراضي المواطنين هذه قوات من الخطوط الحمراء أو من الأرباب التي عبدت في العراق من قبل عبادها، لا يمكن الاعتراض عليها، لأن الميليشيات كما أصبح معروفا عند العراقيين هي سلطة عليا لا يمكن لأحد أن يتدخل. أما المواطن الذي يناشد المحافظ الفلاني والمسؤول الفلاني في محافظته لكي يعينه على سلب الميليشيات لأرضه، نقول له هذا كلامك هواء في شبك. يا سيد الكريم، هذا المحافظ الذي تناشده سوف يزول عن كرسيه بجرة قلم من أحد قادة الميليشيات، لأن العراق بلد أصبح كالغابة. أريد أسألك أبو سمية، اليوم إذا أي مواطن عراقي في داخل العراق يريد يبيع أو يشتري فد أرض معينة أو منزل معين، يحتاج إلى جولة طويلة عريضة ومعاملات كثيرة وأوراق وتوقيعات وأختام ربما لا حصر لها في مؤسسات الدولة حتى ينقل ملكية وحتى يثبت ملك وحتى يحصل على ورقة تثبت شرعيته وحقيته بهذا الملك. شلون تصير هاي العملية؟ وطبعا هذا الموضوع ما يتم في دائرة واحدة، يتم في عدة دوائر. شلون تسيطر بعض الجهات على ممتلكات العراقيين بيع وشراء دون علمهم؟ وهاي الحالة صارت في أكثر من مرة، تمر الأوراق في مؤسسات الدولة، المواطن اللي ما حاضر نلقى موقع توقيع مزور، قابض الثمن أيضا بطريقة مزورة، وتنباع ممتلكاته من دون علمه تمام، وتجي جهة تقول احنا اشترينا وانت بعت اطلع من البيت. الحكومة هنا يعني عمية لو متورطة لو ضعيفة، يعني شنو نوصفها اليوم لما تمر هاي الورقة في دوائر الدولة بشكل سلس؟ السيد الكريم، نقولها وقلناها سابقا، من أمن العقاب ساء الأدب. السيد الكريم، المواطن الضعيف عندما يحاول نقل ملكية يدخل في إجراءات طويلة وروتينية قد تزعجه وقد تستمر لسنة طويلة. أما إذا أرادت جهة ميليشياوية معبودة من قبل الديون لكي تحول ملكية، فهذا الأمر يتجاوز كل القوانين وكل الحواجز ويتم بسهولة وبمباركة الحكومة. نعم الحكومة ترى وتعلم وتبارك، لأنها لا تسمى حكومة، لا تصلح إلا أن تكون عصابة. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدين الكرام، وهي نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية. ليس هناك أدنى شك في أن وضع نقاط التفتيش بات يشكل كابوس للمواطن العراقي، يضاف إلى مجمل أو مجموعة من الهموم اليومية على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وحالة الفوضى والإرباك المروري بسبب الانتشار الواسع لنقاط التفتيش، واللي تكاد تكون بلا قيمة أو جدوى أمنية إلا لزيادة الجهد الأمني
أو لزيادة على الجهد الأمني والحكومي بسبب غياب الاستراتيجية الأمنية الحقيقية بالتعامل مع فحص السيارات وتفتيش الأشخاص والإجراءات الروتينية المعتادة والأسئلة الشائعة اللي نفذها عناصر السيطرات اللي تم حفظها عن ظهر قلب لدى كل مواطن عراقي مغلوب على أمره. ومع ظاهرة استمرار بعض منتسبي القوات الحكومية باستغلال المواطنين وابتزازهم بأشكال متنوعة أو في عدم قيامهم بالواجبات الصحيحة وعدم مراعاتهم للجانب الإنساني للمواطن العراقي، ففي نقاط التفتيش المنتشرة ببغداد وخارجها تتوالى العديد من التقارير والشكاوى والدلائل من المواطنين العراقيين على تحول هذه النقاط الأمنية إلى بوابة فساد تستنزف المواطن وسائقي شاحنات نقل البضائع اللي باتت تصطف في طوابير طويلة عند مداخل بغداد ولساعات طويلة قبل السماح لها بالمرور، ولكن بشرط على السائق أن يدفع الرشوة إلى العنصر الأمني أو الضابط. هذه الحالة تم توثيقها في أكثر من مرة، عشرات المرات، ربما مئات المرات كذلك، للضباط والمنتسبين كذلك بالسيطرات الأمنية. لا وزير الداخلية تدخل، لا وزير الدفاع تدخل، لا رئيس الوزراء تدخل، ولا توجد أي جهة حكومية قادرة على التدخل لمنع استمرار عمليات الابتزاز وأخذ الرشاوى من المواطنين من أجل السماح لهم بالمرور وتحديدا سائقي الشاحنات. خلونا نشوف. هاي سيطرة الغزالية، أربع سايدات، الشارع مسدود وجاي العالم جاي تمشي رون سايد، أشوف رون سايد، أربع سايدات سادين السونار مع الوصفية على بس الدولة الطوب وذاك السونار، وهاي شوف شوفت عينك، هاي من الغزالية النهاية أبو غريب على مود هاي السونارات، ولازمي لك العالم وصولات أهل التريلات دقة دقة، أو التريلة شي يريد يريد يعبر ويخلص. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. المواطن العراقي أصبح يخضع لأسلوب تعامل مزاجي وغير حضاري من قبل العناصر الأمنية الموجودة في نقاط التفتيش، وأغلب الناس عموما أصبحوا بسبب ما يتعرضون له من إساءات من قبل بعض المنتسبين بالسيطرات الأمنية يشعرون بنوع من الاحتقار والإذلال. طبعا سائقو الشاحنات ممن يحاولون الدخول إلى بغداد يتهمون السيطرات الأمنية ولا سيما سيطرة جسر ديالة والقوات الحكومية الموجودة فيها، يتهموهم بفرض إتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع بحسب حمولتها ووفق تقديرات الضابط المسؤول أو العنصر الأمني المسؤول، وهذا الموضوع يسبب ازدحام كبير وسط مناشدات لوزير الداخلية الحالي بالتدخل ووضع حد لهذه العصابات أو المافيات مثل ما سموها سائقو الشاحنات. خلونا نشوف. سيطرة جسر ديالة معاناة إلى أبعد الحدود. سيدنا أستاذنا وزير الداخلية فدوى لقلبك، الله يعزك الله يحفظك، معاناة إلى أبعد الحدود، والله تدمرنا، والله سياراتنا تكسرت، هم طسات هم ازدحام هم تريلات. نتابع التعليقات على هذه المقاطع. أبو همام يقول أغلب السيطرات الرئيسية في بوابات ومداخل المدن هي بوابات وشرعنة للرشوة والفساد. محمد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا ظالمين، شنو ذنب هاي العالم الفقرة؟ ليش هيك محاربين السائق الفقير اللي عايف أهله بسبب العيشة الصعبة؟ عندنا عبد العظيم يقول تنطي تعبر، ما تنطي ما تعبر، تفرها وترجع، هي هيك صارت، الحكومة ما تدري. أحمد العراقي يقول سيطرة تازة يأخذون 75,000 دينار عراقي على السيارة، أو من تعبر تصل داقوق هم يأخذون، ومن تعبر تصل داقوق هم يأخذون 60,000 دينار عراقي. الجسر كل شي ما بيه هم سادينه على مود يبوقون
وين الجهات المعنية؟ تعالوا شوفوا البوق علني، ناس حرامية علني وضح النهار. أحمد العراقي مواطن يذكر بالأرقام المبالغ التي تستحصل من سائقي السيارات وسائقي الشاحنات بشكل أخص حتى يعبرون من سيطرة تازة وداقوق، يعني قمة بالفساد. والمواطن العراقي دي يوثق، والناس دا توثق، والناس دا تحاول توصل هذه الرسائل وهذه المناشدات، لكن الحكومة متورطة. لولا أنها متورطة لكانت دخلت من زمان من أجل إنهاء هذه المعاناة. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، القطاع الصحي العراقي ومشاريع المستشفيات. يغوص القطاع الصحي العراقي مثل بقية القطاعات الخدمية في مستنقع الفوضى، متأثرا بالعديد من المشاكل، ومتأثرا أيضا بالعدد المحدود للمستشفيات اللي يرجع تاريخ بناء بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي. الأزمات اللي عانتها البلد أدت إلى تدهور القطاع الصحي بشكل كبير، ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني سبق وتعهد بالمضي قدما في إكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة وإعادة تأهيل وصيانة المشيد منها المبني، وبين أن حكومته وضعت القطاع الصحي على رأس أولوياتها. لكن هذه التصريحات سرعان ما تكشف كذبها للمواطن العراقي اللي يتداولون، المواطنين طبعا يتداولون في أوقات مستمرة مقاطع مصورة للمستشفيات أو مشاريع المستشفيات المتلكئة اللي لم تنجز بالرغم من بدء تشييدها من عام 2014. وهذا المثال هو عن مستشفى سبع البور في العاصمة بغداد اللي من 2014 هيكل، وإلى الآن لم يتم انتهاء البناء من هذا المستشفى اللي الناس بأمس الحاجة إلى. خلونا نشوف. الله يساعدك صار محمد، ها مستشفى سبع البور من 2014 يجون المسؤولين والمقاولين يبقون فلوسهم ويطلعون يصورون ويطلعون، هاي بلا مجار ولا شيء متوفى، يقولون على مود مجار سبع البور كله كذب. وهذا شارع 60 من انا وهذا المستوصف، شو صار محمد؟ وهاي كل مره يجون، وهاي من انا المدخل مال سبع البور، وهاي البلديه هنا أنا. فكل مره يجون يقولون وياخذون صور ويكذبون كل شيء ماكو. من 2014 وليس يجيبوا فلوس المقاول والمسؤولين، يجون اعضاء البرلمان يصورون هنا أنا. ولا حنسوي لكم مجار والمستشفى كل شيء ماكو، وهاي يوميه هيك. نستمر ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. وزارة الصحة في العراق كانت قد أعلنت عن وجود أكثر من 61 مشروع متلكئ يخص بناء المستشفيات من سنوات طويلة موزعة في أنحاء متفرقة من العراق. وبالرغم من التصريحات المتكررة لوزارة الصحة الحالية وحتى الوزارات السابقة بشأن إتمام بناء وتجهيز المستشفيات، لكن هذه المشاريع بقيت متلكئة في وقت يعاني به القطاع الصحي العراقي من نقص كبير بالمستشفيات والمعدات والطواقم الطبية اللي فضل معظمهم الهجرة إلى خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات المستمرة. ففي محافظة ذي قار تحدث مواطن عراقي عن مشروع مستشفى متلكئ في قضاء الشطرة من سنوات طويلة، وهذا المشروع يؤكد وجود الفساد بشكل كبير في محافظة ذي قار. خلونا نشوف. أنا حاليا أوقف بمستشفى الحوراء للولادة بقضاء الشطرة. هذا المستشفى مشروع استراتيجي وراح يخدم أبناء ذي قار عامة، الشطرة، النصر، القلعة، الرفاعي، الغراف، يعني شمال محافظة ذي قار راح تعتمد كلها ومتوقفة على هذا المستشفى. هذا المستشفى بسعة 130 سرير خاص بالولادة والأطفال، زين، ويوجد به قسم الطب العدلي. هذا المستشفى انحال عام 2013، ولحد الآن التخصيصات المالية الشركة المنفذة جاي تعاني من التخصيصات المالية للمستشفى. أنا أريد أسألك يا رئيس الوزراء، من إجيتني زيارتك ما بيها ربع ساعة افتتحت لي خمس مشاريع، وخمس مشاريع هي معروفة علما ونعرفها من وراها ومن اللي أخذ هاي المشاريع اللي أنت افتتحتها. التعليقات مشاهدينا الكرام على
هذه المقاطع. ضياء يقول: بوجود المستشفيات الأهلية من الصعب فتح مستشفى حكومي يخدم المواطن، لأن المستشفيات الأهلية للأحزاب السياسية. عندنا تعليق من طارق يقول: هاي معروفة، كل مستشفى يوصل 95% ويتعرقل حتى لا ينفتح. أنمار يقول: ما زال الأمور إيجابية والتقصير حكومي، ما حد يهتم، لأن ما يخدمهم، يخدم المواطن ويضرب مصالحهم. وعندنا تعليق من سيوف الناصر يقول: أي شيء بي خدمة أو بي خدمة المواطن ما راح يشتغلون بي، لأن ما يخدمهم، ما لهم حصة أو ماكو حصة لهم. خلونا نسمع السيد عبد الرزاق من باب المشاهدين الكرام. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. شلون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للمشاريع حتما يكون مصيرها التلكؤ، لأنه إحنا ما عدنا المراقبة والمتابعة من قبل مسؤول. هنا الأحزاب هي اليوم اللي جاية تتحكم مصير البلد، فخير دليل مجالس المحافظات. يعني احنا كنا نتأمل بالمحافظة ان يقدم خدمة، صح اكو فساد لما يكون محافظ هو المتابع وهو المراقب للعملة، نقول اكو فساد لكنه ينجز عمل. هسه اليوم مثل ما يقول العراقيين، كنا بحرامي واحد، هسه صرنا 100,000 حرامي. فاليوم مجالس المحافظات عندك أنا أستاذ محمد لحد الآن هي بعد ما منعقدة ولحد الآن ما من شكله. فاليوم مجالس المحافظات هاي كل حزب يريد حصته، فيمتى ينتفون لخدمة المواطنين، يمتى ينتفون لتنفيذ المشاريع. فيا أخي ما أعتقد يعني لما يكون البلد من حصة متقسم على شكل حصص ومن حصة الأحزاب، ما يكو أي مشروع لا خدمي لا مشروع يخدم البلد. طيب أنا أريد أسأل سيد عبد الرزاق، لجنة النزاهة البرلمانية كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من 54 وزير فاسد وعليهم تهم فساد من 2005، من أول حكومة تشكلت، أو من 2004 من أول حكومة تشكلت إلى هذا اليوم. ليش ما نشوف محاسبة للفاسدين؟ لجنة النزاهة البرلمانية شنو دورها؟ هل فعلا ينطبق عليهم التصريح اللي أطلقه مشعان في وقت سابق وقال بأنه لجنة النزاهة تحتاج إلى لجنة نزاهة؟ يعني إحنا اليوم اللي موجودين بالحكم عندنا بالعراق، عندنا برلمان وعندنا جهات حكومية ويا مكثر اللجان التحقيقية اللي أطلقوها، وعندك لجنة نزاهة بالبرلمان، ذولا دورهم شنو إذا مدي يحاسبون المسؤولين اللي كانوا سبب بتلكؤ المشاريع وبتوقفها وبوضع حجر أساس مجرد طابوكتين مكتوب عليها اسم الوزير وراح بعد أن سرق أموال المشروع، ويا مكثر هؤلاء المسؤولين، ليش ما حد يحاسبهم؟ هذا حكومة الخدمات، محمد الشيع السوداني رئيس الحكومة، أبو حكومة الخدمات، وين عن محاسبة الوزراء السابقين والمسؤولين السابقين اللي عافوا لك كومة من الأزمات وجبل من المشاريع المتلكئة والوهمية؟ غير أبدأ أحاسبهم وأكمل الماضي حتى أبدأ آني أطلق حزمة مشاريع جديدة؟ هذه ينتبه كل عندنا قضاء عادل. القضاء العادل هو هاي المهمة مالته. احنا اليوم صراحة بدينا نفقد الثقة بالقضاء العراقي صراحة أستاذ محمد، لأنه كثير مثل ما تفضلت من الوزراء، من المدراء، من وكلاء الوزراء وكلاء المدير، يعني هواي ناس سرقت هذا البلد، من مقاولين، يعني هواي ناس باكت. أنا جبت لك بس الوزراء، بس الوزراء 54 وزير، تخيل إيش قد حجم الفساد اللي جوا ذول الوزراء من مدراءهم، مدراء مكاتبهم ومدراء عامين وغيره وغيره. نعم، فيا أخي القضاء هو أنا أشوفه متعاون وياهم، أو أكو إرادة خارجية تفرض عليهم هذا الشيء. يعني وإلا ماكو من يعني واحد يعقلها، بلد صار أكثر من 20 سنة
نفس النمط ونفس المنهج اللي ماشي عليه هو السرقه سرقه مو كافي. يمتى ينتبهون لهذا المواطن الفقير؟ يمتى ينتبهون البلد؟ هل ذولا اصلا يستحقون البقاء في العراق دقيقه واحده حتى يعطون الفرصه للانتباه؟ 20 سنة والمواطن العراقي ينطيهم فرص، لعل وعسى ضمير اذا عندهم ضمير يصحى، اذا عندهم اخلاق يعني يعكسوها على تصرفاتهم، اذا عندهم شرف وامانه يشوفوها الناس عن طريق الخدمات والمشاريع، اذا عندهم شويه وطنيه تمام يشوفوها في سياسات متبعه ونهج متبع. لكن 20 سنة ذولا اشبقوا بالبلد، اشبقوا بالشعب، ما سووا. انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا للمشاركه. ذولا يستحقون البقاء دقيقه واحده في حكم العراق؟ اصلا الشعب قال كلمته في اكثر من انتخابات وابطل الشرعيه الشعبيه لهذه الثله الحاكمه، المجموعه من اللصوص والحراميه اللي موجودين ضمن هذه الاحزاب، رفض المشاركه بالانتخابات، قاطع لان هو يرفض اعطاء الشرعيه لهذه الاحزاب. إذن هم غير مرغوب بهم. فالبعض من يتحدث ويقول انه يا ريت لو ينتبهون، ان شاء الله يكون افضل باكر، هذا الشخص القادم محمد الشيع السوداني او غيره من رؤساء الوزراء خلينا نعطيه فرصه لعل وعسى يبني ويسوي. سوى شيء؟ صار له اكثر من سنه ما سوى شيء. طيب اللي قبله سوى شيء؟ ما سوى شيء. وتالي راح تظلون تبيعون بلدكم سنين لهؤلاء، تنطوهم حكم العراق على طبق من ذهب بسبب العاطفة. محمد من أمريكا تفضل يا محمد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد، أحييك وحي قناة الرافدين البطلة. حياك الله. عزيزي ذولا مال حرق، ذولا مال حرق اللي يحكمون العراق من 20 سنة صاروا كل شيء ما سووا، دمروا العراق قسما بالله. أستاذ محمد ذني السيطرات، واحد من دول الحشد الإرهابي مسيطر على السيطرات، يأخذون خوات من العالم. هذا عمي يا شاع السوداني محمد شاع السوداني، هو من ضمنهم، هو حطيده وياهم. اما هم قسما بالله هم ارهاب يشتغلون صالح ايران ليس للعراق. هم اساسا غيره ما عندهم على اعراضهم حتى يصير غيره على العراق. قسما بالله يشتغلون كله صالح ايران. البارحه اللعبه للعراق، حتى الفرحه مال العراق ما يخلون العراقي يفرح بيه، خلوا ايراني عشان خنزير خسر المنتخب العراقي. بعيدا عن هذا الموضوع، تمام بعيدا عن هذا الموضوع لان هذا مو موضوعنا وما نقدر نربط اللي دا يصير بالعراق بالموقف اللي صار باللعبة، لكن انت فتحت موضوع السيطرات الأمنية. سيد محمد، عندنا ما شاء الله وزير داخلية، وعندنا وزير دفاع، وعندنا حكومة صرفت من 2005 إلى 2015 أو إلى 2018 تقريبا 180 مليار دولار على تسليح الجيش وعلى تأهيله، وعندنا ما شاء الله المستشارين من إيران دي يجوكم من أمريكا، وقاعدين دي يدربون بذولا على أساس أنه يسوون براسهم خير وتكون قوات تحترم نفسها وتحمي هذا البلد. لكن الظاهر احنا بدنا نشوفه اليوم بأنه هؤلاء المستشارين الإيرانيين وحتى الأمريكيين دي يدربوهم على الخسة والنذالة وعلى كيفية إذلال المواطن العراقي. مدى نشوف حماية للعراقيين من الإرهاب؟ ماذا نشوف حماية للعراقيين من الميليشيات وإرهابها، من تجار المخدرات؟ السيطرات الأمنية اللي منتشرة في كل مكان ده تعبر منها كل المشاكل، المتفجرات والمخدرات والكحول والمسلحين والإرهابيين وغيرها. وتالي بس ابتزاز للعالم، من راح يحمي المواطن العد؟ والله عزيزي أستاذ محمد، هم الجيش ترى كله تابع للإحزاب ليس للعراق، هم تابعين لايران قسما بالله. العراقي يحمي الله، هؤلاء جايين ينتقمون على شعب العراقي قسما بالله. هم العراقيين ما يشبيهم، نايمين. اصحى يا شعب اصحى، اصحون والله العظيم الشعب ما يشبي نايم. والقران هم يدمرون البلد. هذا جبار ابو عمامه يقول نعم نعم ايران، وقاعد بالعراق ياكل بخيرات العراق. صح نعم نعم ايران، اي شك نعل ابوك لابو حد. لا 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 لا, لا, لا شكرا 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 محمد شكرا. لا يعني رجاء أقدر انفعالك، أقدر عصبيتك، بس ما توصل السالفة إلى التجاوز اللفظي لو سمحت، تمالك أعصابك. أنا متفهم صراحة الغضب اللي يعتلي العراقيين بسبب اللي دا يشوفوه، واحد يأكل بالماعون ويسوي به،
تمام، دول اللي موجودين بالعملية السياسية، ولاء صريح، خيانة واضحة، المفروض تطبق عليهم المواد القانونية المعنية بالخيانة العظمى، وتعرفون أنتم عقوبة الخيانة العظمى في أغلب دول العالم، كلهم قاعدين في هذا البلد يستلمون الرواتب من الميزانية العراقية، بنوا بيوت وقصور من أموال العراقيين، حماياتهم كلها من العراقيين ومن فلوس العراقيين، ويقول لك أني ولائي لإيران، مثل أحد زعماء الميليشيات اللي قال واثق البطاط وقتها، قالوا له إذا صارت حرب بين العراق وإيران ويا من تروح؟ قال ويا إيران طبعا. وهذا جبار المعموري اللي يتكلم عنه الأخ محمد وغيره 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 من النماذج اللي تجاهر بالخيانة العظمى، تجاهر بالخيانة. وين القانون عن ذولا؟ وين محاسبتهم؟ وين تطبيق الخيانة العظمى قانون أو المادة القانونية المعنية بالعقوبة على من يخون بلده؟ خيانة عظمى، المفروض ذولا وفق القانون لهم عقوبة معينة. طيب ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت عن أرقام صادمة لعدد العمال الأجانب في العراق، واللي يشكلون نحو نصف العدد الكلي للأيدي العاملة في البلد، وسط تحذيرات ومطالبات بالحد من تأثير العمالة الأجنبية السلبي على الاقتصاد العراقي وعلى سوق العمل وعلى ارتفاع نسب البطالة ولا سيما بين الشباب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومتردية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت أن أعداد العاملين الأجانب الحاصلين على رخصة عمل في العراق يبلغ عددهم 100,000 عامل، وقالت الوزارة أنه نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية تقابلها 50% من اليد العاملة الأجنبية. طبعا سبق أن كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة الإطار التنسيقي أحمد الأسدي كشف عن وجود 800,000 عامل أجنبي في العراق، لكن أكو تقديرات أخرى تشير إلى أنه العدد من العمال الأجانب تجاوز 1,000,000 عامل أجنبي في العراق يعملون بشكل غير قانوني. وخلونا أشوفكم لقطات من مصفى الشعيب النفطي في محافظة البصرة. شوفوا هذا البلد مشاهدينا الكرام اللي شبابه قاعدين على الرصيف، اللي حكومته دا تترس جيوبها وبطونها من أموال العراقيين، اللي الأجيال من الخريجين يريدون شغل وما دا يلقون. ليش ما دا يلقون شغل العراقيين؟ لأن أكو ذولا، ذولا اللي ترسوا العراق العمال الأجانب اللي فتحت لهم حكومة الإطار التنسيقي وأحزاب إيران الباب على مصراعي حتى يأخذون مكان العراقيين. شوفوا ذولا اللي شفتوهم مشاهدينا الكرام، شوفوا هذه الأعداد، شوفوا ذولا بحسب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للشخص الذي وثق اللقطات، هذا في مصفى الشعيب النفطي، ذولا عمال أجانب، شوفوا عددهم ايش قد، وشوفوا كم فرصة عمل ضايعة من المواطنين العراقيين ومن شباب العراق بسبب الحكومة. ننتقل إلى مقطع ثاني حتى نوثق لكم بأنه مو بس هاي اللقطة، أكو لقطات ثانية. العمالة الأجنبية غير المرخصة اللي تجيبها جهات متنفذة مرتبطة بالميليشيات لأن تأخذ مقابلها أجر، تشكل نصف الأيدي العاملة في العراق وأحد أسباب ارتفاع نسب البطالة. طبعا مشهد تجول العمال الأجانب بالحقول النفطية، وبالرغم من ادعاء الحكومة فرض إجراءات صارمة للحد من استخدام العمالة الأجنبية، هذا المشهد صار مشهد مألوف وطبيعي، ويدل على استهانة السلطات بتطلعات الشباب العراقي بالحصول على فرص عمل في وقت تفتح المجال وتفتح الباب على مصراعيه للعمالة الأجنبية وتحديدا الصينية، مثل ما صار في مصفى الزبير بمحافظة البصرة. هذه اللقطات لعمال أجانب.
تعليقات مشاهدينا الكرام على هاي المقاطع. محمد يقول: وفوق كل هذا بعض نماذج المتنفذين على قطاع النفط تحاول تطرد الكوادر العراقية. علي الإبراهيمي يقول: والله ضيمة، شباب البصرة قاعدين والخريجين وهذول الأجانب يشتغلون وبرواتب عالية جدا. كامل يقول: نصرخ ونحكي ونطالب وماكو حل إلا بالتكاتف، الآلاف من الأجانب بمصفى الشعيبة، ومن تحاكيهم راح يقولوا لك عمالة ماهرة وهم سبانة ما يعرفون يقضوها يقضونها. وأم محمد تقول: البصرة بها مئات الشباب شهادة وبدون شهادة، شنو السبب تجيبون عمالة من الدول وشبابنا تبقى تعاني من البطالة ويلتجئون للمخدرات والانحراف والجريمة بسبب الفراغ والعوز؟ بالضبط بالضبط اللي ذكرته السيدة أم محمد، هو سؤال وجواب، والجواب هو هذا، حتى يلجؤون للمخدرات والانحراف والجريمة، هذا اللي يريدوه بشباب العراق. ننتقل إلى فقرة أنت ترى مشاهدينا الكرام. انتقد مواطنون في قضاء المسيب بمحافظة بابل سوء تنفيذ مشروع كورنيش المسيب. المواطنون أكدوا ظهور تشققات بالأماكن المكتملة من المشروع وناشدوا بوضع رقابة على الجهات المنفذة بعد أن تم صرف على هذا المشروع المليارات بحسبهم، ولا سيما أنه المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة القريبة منه. خلونا نشوف. يعني معقولة هذا المشروع صار لأشهر ماكو مهندس يجي عليه من قضاء المسيب من الحلة، ماكو متابعة من مسؤول، ماكو متابعة من قائم مقام، مدير ناحية، مدير مجاري، مدير مشاريع، بس أردفتهم. المفروض أكو متابعة لو ماكو؟ أستاذ جاوبني، أقول المفروض لو ماكو، إذا أكو متابعة تعال شوفك. هذا هسه كمرحلة أولى يعني تقريبا كمل الدرس ماله، هذا كله كمل. هذا شو بس شوفهم، شوف هذا، طبعا هذا المئات من الصخور مثله، تعال شوفك الدرز مالهم، باوع لي على هاي، هذا الدرز مالهم، هذا الدرز مالهم، باوع لي، هذا الدرز مالهم، هذا مال المشروع، ها طبعا هذا من الجسر للجسر، هذا كله هيك. طبعا اول ما بلش هذا المشروع تأملنا خير وقلنا يا الله بدت يعني بدأوا يشتغلون، وكيفنا وجينا وكنا وقفنا وياهم اهل المسيب، وقفنا وياهم المشروع. لكن اولا نعتب على يعني اللي اشتغلوه، هسه هاي المرحله الاخيره خلوا الحجر ودرزوه، نمشي على الحجر يعني يتحرك، يعني العمل ما متقن 100%. واداره المهندس المقيم يعني ناشدهم او يطلعون يشوفون، لا يظلون نايمين بالكرفانات غير يتابعون الشغل. طبعا أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، بإمكانكم من خلال الأرقام المخصصة اللي أنت ترى أن ترسلون المقاطع اللي توثقوها لقطاعات القضايا، المشاكل اللي تعانون منها، والأخوة في بابل اللي وثقوا هذه المشكلة أرسلوا مقطعهم عن طريق أنت ترى. ويانا حسين من بابل أيضا راح يحدثنا عن هذه المشكلة بتفاصيل أكثر. تفضل يا حسين، حياك الله. أهلا وسهلا بك حبيبي. كل الهلا يا حسين. حسين تفضل كلمني عن المشكلة، مشكلة مشروع كورنيش المسيب، التفاصيل أكثر أريد منك حتى الناس تفهم شنو اللي دي يصير. والله يا أستاذ العزيز التفاصيل مثل ما شرحناها بمقطع الفيديو، أنه المشروع هذا بعد ما أجلكم الله هذا كان صاحي منطقة ما النفايات. نعم. كيف صدق هجي المشروع توسمنا بخير، دفنا على الأنقاض، والمعروف أنه أنقاض النفايات بمرور الزمن راح تتحلل. صحيح. راح تصير فجوات، اشتكينا وناشدنا قنوات ما حد سمع، المهم مشوا بالمشروع. هسه المشروع مراحل منتهية مثل ما شفت بالمقطع. نعم. هذا الدرز يعني بالعامية صح لدرز هو المصطلح النهائي يخلون الاسبت بين الفجوات مال الصخور. نعم. احنا شاهدين على الحدث انه لا رشوا مي، العمال وحدهم اشتغلوا بدون اشراف مهندس. وهاللي شفتوا انه الاسبنت قام يشرح باليدين بعده ما كامل المشروع يعني. هذا المشروع يعني هذا المشروع منو اللي اشرف عليه؟ والله ما ندري، احنا يقول لك فلان مهندس يجي فلان، ما ندري من لا لا يعني هذا 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 قطاع عام لو قطاع خاص؟ لا 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 لا، مقاول مو من الدولة يعني، مقاول مدني. مقاول مدني يعني هذا بامر المحافظة اجد يطبق هذا المشروع؟ الظاهر بأمر المحافظة لكم ويجيب كيف يعني. تمام،
اذا معناها المحافظه ايه؟ المحافظه مسؤوله عن هذا المشروع و طبعا والتبعات. طيب طبعا انتم توجهتوا قطعا توجهتوا الى المحافظه حتى تشتكون؟ ما توجهنا للمحافظه بس من خلال مناشدات ومن خلال القنوات. تمام. يعني لان تدري الشكوى بعد ما انت تعرف انت بالعراق وتعرف. نعم. الشكوى يعني ما توصل الى مجلس المحافظ او المحافظ. نعم احنا حتى الان بخس العالم حقا انا البارحه اتصل بي احد المسؤولين بقضاء المسيب ما نذكر اسماء. تمام. وعدني انه راح يتابع المشروع بنفسه، هو طبعا هذا الشخص يعني دائما فوقه هو ما مسؤول عليهم يعني. بس هو كسلطه نقول بالبلد يتابعهم دائما على الاخطاء ما اخطاء، فاتصل بي من سمع بالمقطع مال الفيديو وقال ان شاء الله انا راح اتابع الموضوع وبعد احنا انتم من جانب وهو من جانب وان شاء الله. أريد أسألك يا حسين سؤال أخير حتى أختم وياك. هيك نوع من المشاريع علاجها يكون نعم. يكون عن طريق الحقن، لو علاجها يكون عن طريق الإزالة وإعادة البناء فوق أرضية صحيحة؟ لا هذا إزالة، إذا مو إزالة ما ينجح، أي ترخيع ما يفيده. تمام يعني أسلوب الحقن وتقوية بالإسمنت وغيرها من هاي الأمور. هو أصلا يعني البيت أساس طبعاً، شلون تحقنه؟ نعم صحيح صحيح. نعم. انا اشكرك سيد حسين من بابل، شكرا جزيلا، وهذه الرساله والمناشده لعلها تصل الى من يسمع من محافظه بابل من المسؤولين بالدوله انه كافي هذا الشغل اللي راح تكون نتائجه وخيمه على المواطن العراقي. تخيلوا لو ينهار والناس دي تمشي فوقه، تخيلوا الفاجعه اللي راح تصير والكارثه الانسانيه اللي ممكن تتسبب بها هاي المشاريع الفاشله اللي هي نتيجه الفساد، نتيجة الإخفاقات المتراكمة. أني أصل إياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.